بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الأولى قسم أنظمة الحاسوب، موضوعنا اليوم في مادة تحليل النظم هو المفاهيم الأساسية في تحليل وتصميم نظم المعلومات. طلابنا قبل الدخول في النظرية العامة للنظم لابد من مقدمة بسيطة في تحليل نظم المعلومات. مثل ما تعرفون يوم بعد يوم ينتشر الحاسب الآلي، حتى صار ظاهرة للعديد من مجالات الأعمال وجميع مجالات الحياة المختلفة، وتضاعفت الضرورة إلى بناء نظام حاسب آلي وكذلك نظام معلومات يحقق أهداف ومتطلبات العمل. فقام العديد من أصحاب العمل بشراء أجهزة الحاسب الآلي انتظاراً منه أن يحل لهم جميع المشاكل الإدارية والمالية والفنية بمجرد دخوله الشركة أو المصنع أو المصرف وأي مؤسسة كانت. ومع ذلك لم تزل مشاكل الإدارة قائمة، بل زادت تعقيداً وأضيفت لها مشاكل جديدة في عجز هذا الجهاز السحري عن حل المشاكل. لهذا لابد أولا وقبل كل شيء أن يبدأ الإنسان بالتعرف على المشاكل وتحديدها، ثم تحديد المشكلات المطلوب من الحاسوب أن يقوم بحلها. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى دراسة النظم القائمة فعلا، أي الموجودة حاليا، وتحليلها لغرض تحويلها من نظم يدوية يجري تنفيذها أو يقوم بتنفيذها الإنسان نفسه إلى نظم آلية يجري تنفيذها باستخدام الحاسب الآلي للحصول على النتائج المرجوة. مثل ما تعرفون أيضا في النظام اليدوي يحتاج المدير إلى العديد من أو المسؤول إلى العديد من الملفات والأوراق والتقارير من مختلف الإدارات والجهات، وعليه أن يطالع كل هذه الأوراق والملفات ويحسب في بعض الأحيان بنفسه بعض الحسابات والأرقام حتى يتخذ القرار، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبير. إذن عليه على المسؤول استخدام الحاسب الآلي لما له من سهولة في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات. يرجع الفضل في ظهور النظرية العامة لنظم المعلومات إلى عالم أحياء ألماني يدعى كارل لودفيج فون بيرتلاندي، المولود في عام 1901. وهذا العالم شد الانتباه كونه كان يقوم بالبحث العلمي على العلوم، فدعا إلى محاولة وضع إطار يوحد بين جميع مجالات البحث العلمي. إذن ما هي النظرية العامة للبحث النظرية العامة لنظم المعلومات؟ النظرية العامة لنظم المعلومات هي تدعم فكرة النظر إلى الأشياء المحيطة بنا على أنها نظم، بمعنى آخر أنه يتم النظر إلى الأشياء ككيانات لها بنى وأهداف تسعى لتحقيقها. يعني هناك نظام خاص بالجامعة، نظام خاص بالمؤسسة، نظام خاص بالشركة وهكذا. فما هو النظام؟ النظام هو مجموعة من، يمكن تعريف النظام بأنه مجموعة من العناصر التي تتفاعل مع بعضها البعض. يعني هذه العناصر ممكن أن تكون عناصر بشرية، ممكن حيوانات، ممكن أجهزة حاسوب وإلى آخره. عندما تتكامل وتتفاعل مع بعضها وتعمل مع بعضها فإذن تتحول إلى منظومة عمل.
يمكن هناك أن يكون تعريف آخر للنظام، هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء المتكاملة بغرض تحقيق هدف معين. يعني هذا النظام ممكن أن يتكون من أجزاء متكاملة، جزء يكمل الآخر، الغرض منه تحقيق هدف معين. على سبيل المثال نظام التدفئة، نظام التدفئة يعتمد على الوقود مثلا، فهذا الوقود هو يعتبر مدخلات، عند إجراء عمليات الحرق عليه يتحول إلى طاقة حرارية والتي هي تعتبر مخرجات لهذا النظام. عمليات الحرق هي إجراءات لتحويل الوقود اللي هو المدخلات إلى طاقة حرارية التي هي المخرجات. كذلك هناك المؤسسات الصناعية، فيها تشكل المواد الأولية، العناصر، الأموال، مدخلات لهذا النظام. أما المنتجات الصناعية فهي مخرجات لهذا النظام.